بسم الله الرحمن الرحيم. غرباء 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 وسقيناها شعارا في الحياة غرباء ولغير الله لا نحمي جباها غرباء وسقيناها شعارا. قد آن للفجر أن يطلعا يمينا فلسطين لن نرجعا أمام اليهود ولن نخضعا يمينا تجرجين في القاطقين وتمتلك القلب والمسرعا يمينا تجرجين في القاطقين وتمتلك القلب والمسرعا فضلنا فضل العدو الظنون وبالغ في حجمه وادعى فضلنا فضل العدو الظنون وبالغ في حجمه وادعى وعربد يبطش بالآمنين ويعصر من دمهم أسرعا وعربد يبطش بالآمنين ويعصر من دمهم أسرعا جبان وإما لك الطائرات جبان وإما لك المدفعات يا جبار 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 عليكم من الذي صنع انتفاضة الاقصى من الذي صنع جهاد فلسطين الا نكاية العدو وذبحه وتقتيله وتدميره وتفجيره وهدم المنازل على البيوت الا التشريد والسجن وابعاد الاحرار تصمد جنين وتسقط بغداد تصمد جنين لان في جنين كان هناك رصيد من الاذى والتحمل والبذل والتضحيات توقفت ناهضة تقاوم وتحارب وسقطت بغداد لأن الأمة هناك كانت معتادة على صياط الذل والخنوع وكانت معتادة على أن تفقد كرامتها وهيبتها فلم تحمل سلاحا ولم تقاوم لما؟ لأن النفوس هناك قد مورست عليها عملية طويلة طويلة
الله من التدجيل والتهجيل ونزع الثقة في النفس، ولكن بغداد ستنتفض. إن كل أرض إسلامية اعتدى عليها الغزاة وقتلوا فيها وذبحوا انتفضت فيها شرارة جهاد واستشهاد، وقامت فيها نواذج مؤمنة موحدة تتقدم الموت زحوفا لا تبالي ولا تتردد ولا تخاف إلا الله. أين سبحانه وتعالى؟ أين التضحيات؟ أين الرؤوس تتضاير؟ أين الدماء تسيل؟ أين الأشلاء تتبعثر؟ أين التهجير من أجل الله؟ أين الأذى ينصب صبة؟ أين البأساء؟ أين الضراء؟ أين الزلزلة؟ أين الرماح تخترق الصدور؟ أين السهام تصيبنا في كل مقتل؟ أين؟ ولما أرواحنا في أجسادنا لا كلل لا ملل لا يأس لا قنوط لا إحباط لا تراجع لا وهم لا خوف لا ذل إلا لله، ورؤوس تعودت أن تنحني لربها في محاريب العبادة لا تنحني لسواه أبدا ولا تضعضئ لغيره أبدا أيا كان ومهما كان ومهما كانت الضريبة ومهما كان الثمن فادحا. إننا ماضون وإننا سائرون وإننا نعلم أن الله يربي هذه الأمة وأنه يعدها بالفتن والمحن والزلازل والبأساء وأنه ينقي الصفوف وأنه يفرز المسيرة وأنه يعد الرجال وأنه يبني الأبطال وأنه يهيئ طلائع جنده وكتائب أنصاره وأن أمره نافذ وأن الدين هذا هو المنصور وأن أعداءه في خذلان. إننا ماضون لا نبالي بمن خذل لا نبالي بمن خالف لا نبالي بمن انتكس لا نبالي بمن تراجع لا نبالي بمن قعد لا نبالي بمن خان لا نبالي بمن غدر لا نبالي بمن تآمر. إننا ماضون لا يصرفنا عن وجهتنا إفك الأفاكين ولا قول المرجفين ولا إشاعات المجرمين. إننا ماضون لا نتراجع ولا نعرف الالتفات إلى الوراء، إنما أنظارنا معلقة نحو الأمام في نقطة واحدة، حبال مشارق وسيوف تضرب أعناقنا وسلاح للعدو يمزقنا تمزيقا. إننا ماضون ولن نتوقف إلا في ساحات الحق يعلى فيها صوته، إننا ماضون ولن تتوقف خطانا إلا وقد دككنا صروع الباطل وهدمنا بنيانه في كل مكان. إننا ماضون وسيحمل رايتنا جيل بعد جيل، وسيسقط أحرار وسيقتل أبطال وسيغتال شرفاء، ولكن المسيرة باقية تبا لأعداء الله وتبا للمتآمرين وتبا للمجرمين، والراية باقية والله معنا. الدم على اليهود ابن الدم دم طريقنا فيه الدم فيه الشهادة لا نهزم يا شعب قاوم ذات الدم على اليهود ابن الدم دم طريقنا فيه الدم فيه الشهادة لا نهزم يا تشني شعبي بحجارة للي بقولي بجدارة يا تشني شعبي بحجارة للي بقولي بجدارة مجيد مالا هدارة تبني بأرضي أخبارة مجيد مالا هدارة تبني بأرضي أخبارة إن العروبي ونشارة دع الشمال لخسارة إن العروبي ونشارة دع الحمد لله الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا
له الحمد سبحانه وتعالى على جميع نعمه وآلائه وعطاياه، لا عد لأفضاله ولا حصر لمنحه، وهو المتفضل سبحانه سبحانه. البلاد بلاده، والعباد عباده، والأمر أمره، والقدر قدره، والقضاء قضاؤه، وهو الله يفعل ما يشاء وما يريد. إلزم باب ربك واترك كل دون، واسأله السلامة في دار الفتون. لا تكثر من همك ما قدر يكون، فالمولى تجلى والعالم شؤون. سبحانه من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. كفانا فخرا أن يكون لنا ربا، وكفانا عزا أن نكون له عبيدا. ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة ننجو بها من النزغات، ونعلو بها إلى أعلى الدرجات. وأشهد أن القائد والقدوة محمدًا رسول الله، طلع في أفق الوجود بدره، وسطعت فيه شمسه، جاءنا بقرآن كالشمس وضحاها، وبسنة كالقمر إذا تلاها، فمن سار على نهجهما صار إلى ضوء كضوء النهار إذا جلاها، ومن حاد عن طريقهما أفضى إلى ظلمة كظلمة الليل إذا يغشاها. بأبي وأمي وروحي ومالي وولدي هو عليه الصلاة والسلام، بلغ الرسالة، أدى الأمانة، نصح الأمة، كشف الغمة، جاهد في الله حق الجهاد، عبد الله حتى أتاه اليقين من ربه، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وترك فينا ما إن تمسكنا به لن نضل أبدا، كتاب الله وسنته بأبي وأمي هو عليه الصلاة والسلام. اللهم صلي وسلم على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم، وارض يا ربنا عن الذين أيدوه وناصروه، واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، وأستفتح بالذي هو خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللهم سدد قلبي ولساني، اللهم اجعل الصدق والإخلاص رائدي في كلامي، اللهم افتح قلوب السامعين وعقولهم لسماع كلمتي. رباه رباه،
لا تجعلها صيحة في واد ولا نفخة في رماد. وبعد أحبتي في الله، إني أحبكم في الله، فاسمعوا مني أبين لكم لعلي لا ألقاكم بعد موقفي هذا. أيها الأحبة، يا تلاميذ محمد عليه الصلاة والسلام، يا جند القرآن العظيم، يا فرسان التوحيد، يا كتائب الله، اعلموا بأنه في الآونة الأخيرة بدأت الآذان تسمع نغمة نشازا ولحنا رديا يصدر من حناجر المسلمين، وتردده جموع المؤمنين. هذا اللحن النشاز، هذه النغمة النشاز، مفادها وملخصها حالة من اليأس وحالة من الإحباط وحالة من فقدان الثقة وموت الهمة. وبدأ الناس يردد بعضهم أمام بعض تلك النغمة التي تدعو إلى مزيد من القعود ومزيد من التراجع أمام ضغط العدو الذي لا يرقب فينا إلا ولا ذمة. وتبرير الناس لهذه الحالة بأنهم ضعفاء وأنهم عاجزون وأنهم لا يملكون القدرة وأن العدو شرس وأن قوته مدمرة وأنه قد نجح هنا ونجح هناك وأنه استطاع في زمن قياسي أن يدحر دولة كبيرة كالعراق مثلا ويجعلها أثرا بعد عين. ويبرر الناس من خلال هذه النغمة النشاز، يبررون حالة التردي والانحطاط والتراجع والانكسار والاندحار التي تعيشها الأمة على مستواها ومنذ عقود من الزمن. إن العدو شرس، هذه حقيقة، وإنه ماكر، فهذا لا جدال فيه، وأنه يملك من العتاد والعدد ويملك من الأذناب والكلاب والعملاء في ديارنا وديار المسلمين، فإن هذا أمر واضح بات يعرفه راعي الغنم وبات لا يجهله الطفل الصغير الذي يحبو على الأربع بعد. ولكن ومع هذه الحقيقة المقررة حول عدونا وحول شراسته وحول قوته وحول كيده ومكره، فلا بد أن تقرر حقيقة أخرى بجانبها جنبا إلى جنب، وهي أننا متى ما عدنا إلى الله عودا صحيحا، ومتى ما قمنا على أمر الله حق القيام، ومتى ما لبينا نداء الله في الساحة وقمنا بأداء الواجب، ومتى ما تعلمنا فنون التضحيات، ومتى ما تعودنا البذل في سبيل الله، ومتى ما عشقنا الموت وصار هو اللحن الذي نردده وهو النغمة الجميلة التي تسر الآذان وتشنف بسماعها، فإن هذا العدو سيزول وهذا العدو سيندحر وهذا العدو سينكسر. اعلموا يا عباد الله أن الذي يجري على أمتنا ومنذ فترة من الزمن إنما هو خير محض، وإن كان ظاهره مكروها وغير محبوب، فإن في باطنه وإن حقيقته الخير العظيم. فكم من محنة انقلبت إلى منحة، وكم من بلية صارت عطية. لا بد للقفل أن ينكسر، لا بد للقيد أن يتحطم، لا بد للفجر أن يبزغ، لا بد للوعد أن ينفذ، لا بد للحق أن يعلو، لا بد للباطل أن يندحر. إن عمل الباطل في سنوات طويلة
يؤسس ويبني ويضع ركائزه ويعد حزبه وأنصاره، كل هذا يقضي عليه الحق من خلال أبنائه إذا تحركوا في وقت قياسي. أي أحبتي في الله، إن الذي يجري على أمتنا من مصائب ومحن وبلاوة، وإن كان ظاهره شر ومكروه، فإنه في الحقيقة خير لهذه الأمة التي بدأت تراجع حساباتها، والتي بدأت تكتشف نقاط ضعفها، والتي بدأت توقن أنها مستهدفة لأنها تحمل لا إله إلا الله، وأن كل ميثاق وكل عهد وكل وعد وكل اتفاقية مع أعداء الله مع الكفار لا يمكن أن تدفع عنهم سكينة، ولا يمكن أن تدفع عنهم أذاه وقتله وتصفيته وإبادته وتهجيره. إن أمتنا من خلال مطارق المحن، من خلال النوازل، من خلال الزلزلة التي أصابتها، من خلال ضيق الخناق عليها حتى ضاقت عليها الأرض بما رحمت، من خلال كل هذا بدأت تكتشف ذاتها، وبدأت تعرف عدوها، وبدأت تراجع حساباتها، وبدأت تعد للثأر ساعة، وبدأت تحول مراجل الغضب والقهر والحزن الذي يكمن بين جوانحها إلى برامج عمل، إلى شباب صاروا يخرجون من رحم الغيب، صاروا يقومون من وحدة الظلم، شباب ذللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا. إن النازل بأمتنا وإن المصائب المتوالية عليها بدأت تعلمنا دروس الإباء والفداء والإقدام والتضحية، وبدأت تكسر لنا جدار الوهم وحاجز الخوف، وبدأنا نخترق سجف الموت غير هيابين ولا مترددين. بالله عليكم، من الذي صنع انتفاضة الأقصى؟ من الذي صنع جهاد فلسطين؟ إلا نكاية العدو وذبحه وتقتيله وتدميره وتفجيره وهدم المنازل على البيوت، إلا التشريد والسجن وإبعاد الأحرار والشرفاء. إن انتفاضة فلسطين هذا الأنموذج البطولي المتميز في الوقت الحاضر الذي أذهل الجميع، والذي كان بحق مثالا رائعا لكل معاني التضحية والإقدام. ما الذي صنع بطولة فلسطين واستشهاد فلسطين وجهاد فلسطين وتضحيات أبناء فلسطين بل نساءهم؟ لولا الأذى الذي يقع عليهم، لولا العدو المتسلط على الرقاب، لولا المحن التي نزلت عليهم. تصمد جنين وتسقط بغداد، تصمد جنين لأن في جنين كان هناك رصيد من الأذى والتحمل والبذل والتضحيات، فوقفت ناهضة تقاوم وتحارب. وسقطت بغداد لأن الأمة هناك كانت معتادة على سياط الذل والخنوع، وكانت معتادة على أن تفقد كرامتها وهيبتها، فلم تحمل سلاحا ولم تقاوم. لما؟ لأن النفوس هناك قد مورست عليها عملية طويلة من التدجيل والتهجيل ونزع الثقة في النفس، ولكن بغداد ستنتفض كما انتفض جنين، ستنتفض حينما تبرد الجراح، ستنتفض حينما تزداد المحنة، ستنتفض حينما تتوالى المصيبة، وستظهر نماذج البطولة هناك كما ظهرت في فلسطين. وهكذا في كل أرض نالوا منها أو قصفوها أو احتلوها ولدت أبطالا. وما البوسنة عنا ببعيد، وما الشيشان عنكم ببعيد، وما كشمير عنا ببعيد، وما جبهة مورة عنا ببعيد. إن كل أرض إسلامية اعتدى عليها الغزاة وقتلوا فيها وذبحوا، انتفضت فيها شرارة جهاد واستشهاد، وقامت فيها نوازج مؤمنة موحدة تتقدم الموت زحوفا، لا تبالي ولا تتردد ولا تخاف إلا الله سبحانه وتعالى. أيها الأحباء، وإنما يقع علينا الآن من محن ومصائب، وإن كان في ظاهره مكروها، فإنه في الحقيقة خير، في الحقيقة
خير، وعلينا أن ندرك بعد هذه القضية أيها الأحبة. هذا آدم أبو البشر، أبونا عليه السلام، كان في الجنة يأكل منها رغدا حيث شاء، وبسبب مخالفة الأمر والأكل من الشجرة الممنوعة المحرمة اهبط إلى الأرض. ظاهر الأمر كان سوءا ومكروها أن يترك عبد الجنة وينزل إلى الأرض بكل ما فيها من زعازع وفتن وأذى وتحمل وتكليف، ولكنه في الحقيقة خير. انظر الفرق ما بين آيتين اثنتين في حق آدم. الآية الأولى التي تقول اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا، والآية الثانية تقول ثم اجتباه ربه وهدى وهدى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. الآية الأولى تتكلم عن آدم في الجنة، أقصى ما يفعله أن يأكل ويشرب، فكلا منها حيث شئتم رغدا رغدا، والأكل والشرب هي حال عموم الناس بل حال عموم الدواب، فلا ميزة في هذا أبدا. ولكن لما تم الهبوط إلى الأرض ولما تم هذا المكروه اجتباه، تاب عليه، هدى، أخرج من صلبه أنبياء ورسل ومجاهدين ومنفقين وصديقين وشهداء وأبطال وذاكرين ومسبحين، أخرج من صلبه في الأرض كل هذا الخير العظيم الذي سيسجل في صحيفته. والأمر ظاهرا هو الهبوط، فالأمر كان مكروها لكنه في حق آدم بعده كان عظيما وكان محبوبا وكان فيه كل الخير أيها الأحبة. بنو إسرائيل أدخلهم الله سبحانه وتعالى في التيه، أدخلهم 40 سنة في تيه الصحراء، 40 سنة، ومات منهم جيل كامل في هذه الصحراء، ولكن ظاهر الأمر كان مكروه، أما في حقيقة الأمر كان هذا الخلاص لهم، الخلاص من عذابات الدنيا وعذابات الآخرة. ففي هذا التيه مات الجيل الجبان، مات الجيل المتفسخ، مات الجيل القائد الهامد الذي ما بقيت عنده همة ولا إرادة ولا عزم ولا تصميم. وولى في الصحراء جيل، جيل فتي قوي تحمل شغف العيش ولأواء الحياة وتعبها، جيل ولد في الصحراء بين الرمال والشمس الحارقة، بين الجوع والعطش، فخرج جيل من أصلب الأجيال التي عرفتها البشرية، وكان هذا الجيل هو الذي دخل على القوم الجبارين، وهو الذي حرر فلسطين حينها، وهو الذي أكرمه الله بأوسمة الانتصارات المتلاحقة أيها الأحبة. ونبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام قد أصابه من المكروه ما أصابه، ولكن ما من مكروه وقع عليه إلا وكان في حقيقته خير وكانت عاقبته خير. ابتداء ابتلي النبي عليه الصلاة والسلام بإيذاء قومه ومجابهتهم وحربهم، ابتلي عليه الصلاة والسلام بالصد والرد والخذلان والإخراج والمواجهة، مما أدى إلى فتح سوق الجهاد وأدى إلى فتح سوق الشهادة وأدى إلى أن ظهر من أنصار النبي عليه الصلاة والسلام ما ظهر من البطولة والفداء والإقدام والتضحية. فلولا مجابهة الأعداء ولولا خذلان القوم ولولا إخراج الناس له لما فتحت للجهاد سوق، لما فتحت للشهادة سوق، ولما دلل على بضاعة الله سبحانه وتعالى تلك البضاعة الغالية. يهجر من داره، يذهب إلى المدينة، ظاهر الأمر مكروه، ولكن كان بهذه الهجرة كل الخير. فبسبب الهجرة أقام النبي دولة الإسلام عليه الصلاة والسلام، وصار له أنصار وأشياء، وانكشفت حقيقة المؤمنين الصادقين من الكاذبين الأدعياء. فالهجرة فرزت الصف وكشفت دخائل النفوس أيها الأحبة. يصاب في أحد عليه الصلاة والسلام ويبتلى
ويقتل عمه وينال ما ينال، ولكن كل هذا كان فيه الخير. فبهذا الانكسار في أحد خرج العجب من نفوس أصحابه بانتصار بدر، وما عاد اعتماد إلا على الله سبحانه وتعالى. ورزق عمه الشهادة، وكذاك مصعب وعبد الله بن عمرو بن حرام، وسبعين من خيرة أنصاره نالوا الشهادة، أي نالوا الجنة. وهذا في حقيقته أمر طيب مبارك أيها السادة. وفي أحد انكشف المنافقون على حقيقتهم، وظهر عوارهم، وعرفوا بأسمائهم. فكل ما جرى للنبي عليه الصلاة والسلام مما ظاهره مكروه كان في حقيقته محبوبا، وكان فيه كل الخير أيها الأحبة. وهؤلاء أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام كم عذبوا، كم أوذوا، كم نالهم ما نالهم من شظف العيش وقلة ذات اليد والإخراج والطرد والبعد عن الديار. كم أراقوا من دماء، كم بذلوا من أموال، كم سقط أمام أعين الآباء والأمهات من أبناء في سبيل الله وفي سبيل العقيلة. ومع ذلك كان هذا الأمر الذي ظاهره مكروها فيه كل الخير لهم. فهم الجيل الذي أكرم بالصحبة، وهم الجيل الذي نزلت أوسمته من الله تعالى بالرضا، وبشروا في الجنة وهم أحياء، فكانوا يمشون على الأرض وهم من أهل الجنة أيها الإخوة. رفع الله شأنهم وأعلى قدرهم، وخلد صفحات تاريخهم، وصاروا مضرب المثل، وصاروا هم النموذج الفريد والطراز الوحيد الذي باه الله عز وجل به أهل الأرض والسماء. فكل الذي وقع عليهم من مكروه تحول في حقيقته إلى أمر محمود، إلى أمر طيب النتائج، إلى أمر مبارك في الدنيا والآخرة. وهذا نحن الآن أيها الأحبة، هذا نحن الآن. لا تغتروا بظواهر الأمور، لا تظنوا أن الأمر سوءا، لا يحجبنكم مكروه الأمر الظاهر عن حقيقته. إن الله يرتب لهذه الأمة أمرا، إن الله يعد لها عدة، إن الله يرتب لها صفا، إن الله يفرز هذه الأمة، إن الله يعد طلائعها ويبني كتائبها ويهيئ ساحاتها لأمر مقبل آت ليس ببعيد أبدا. إن الله سبحانه وتعالى يزيد نسبة الزلزلة والمحنة والأذى على هذه الأمة لكي يعجل باستيقاظها واستفاقتها وعودتها وتراسها وتماسكها. إنها عملية فرز إلهي، إنها مطارق ربانية تدعم النماذج المتميزة وتعدها لساعة اللقاء الفاصلة، وهي آتية بإذن الله الواحد الديان. فلا يغرنكم جموع العدو، ولا يحجبنكم كثرة العدد والعتاد عن حقيقة قدر الله النافذ، وعن حقيقة وعد الله للأمة بالنصر والغلبة والتمكين، وأن حكم الله آت إلى الأرض ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة. ولكن وطنوا أنفسكم على التضحيات، وطنوا أنفسكم على اللأواء، على البذل، على الأذى، على المصائب والمتاعب. وكل من سيشمر عن ساعده ويشد مئزره ويقول ها أنا ذا وإني مستعد وجاهز، سيصطفيه ربه، سيجتبيه ربه، سيختاره الله سبحانه وتعالى، ويجعل له سهما في طريق النصر القادم، ويجعل له لبنة في بناء النصر الآتي بإذن الله الواحد البيان أيها الأحبة. ويقرر مع هذا مسألة أخرى: علام اليأس، ولم النعمة النشاز، ولم هذا التراجع؟ إن الذي يقول إنما أنا أحببته ويأست وذاك الذي يفعل وسعه ويعمل جهده ويقدم كل ما يستطيع ثم لا ينجح، يحق له أن يقول أنا حزين أو أنا محبط أو أنا يمكن أن يصيبني اليأس؟ ولكن لا يحق لأمة قائدة بالأصل، ولا يحق لأفراد لم يفعلوا من أجل دين الله شيء ولم يبذلوا أي شيء. وإني أقولها بدءا بنفسي وانتهاءا بالجميع، لم نقدم لهذا الدين شيء بعد، والله ما قدمنا شيء،
والله ما قدمنا شيء، والله ما قدمنا شيء، إنما هذا الذي نحن فيه يحسنه الأطفال وتحسنه النساء ويحسنه أي أحد. أين التضحيات؟ أين التضحيات؟ أين الرؤوس تتطاير؟ أين الدماء تسيل؟ أين الأشلاء تتبعثر؟ أين التهجير من أجل الله؟ أين الأذى ينصب صبه؟ أين البأساء؟ أين الضراء؟ أين الزلزلة؟ أين الرماح تخترق الصدور؟ أين السهام تصيبنا في كل مقتل؟ أين؟ ما قدمنا شيء، ما قدمنا شيء. حينما نقارن أنفسنا بسلفنا الصالح، نقارن أنفسنا بإخواننا الصابرين في أرض الجهاد والذين فتحوا سوق الشهادة هنا وهناك، نكتشف أنفسنا أسفارا، نحن لم نقدم شيء. فعلى أي شيء الملل؟ ومن أي شيء الكلل؟ وعلام هذه النغمة النشاز؟ ماذا قدمنا نحن؟ فلنقم على أمر الله، وبعدها يحق لنا أن نبرر تسويفنا وقعودنا أو أن نسوغ ركودنا وركوبنا. أيها الأحباء، من نحن؟ من نحن حتى لا نبتلى؟ وقد ابتلي من هو خير منا. تعالوا معي أيها الأحبة في جولة سريعة خاطفة نمر فيها على نماذج ممن سبقونا وكيف قدموا من أجل هذا الدين، ونقارن أنفسنا بهم. هذا نوح عليه السلام يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة يدعو، كلها أذى وكلها استهزاء وكلها سب وكلها رد وكلها امتحان وكلها بلايا تقع على رأسه حتى من أقرب الناس إليه من زوجه وابنه، ومع ذلك لم تظهر منه كلمة أف، لم يظهر منه كلم، لم يظهر منه ملل، لم نسمع منه نغمة نشازا كنغمة أحبطنا ويئسنا وما عدنا نستطيع أن نفعل شيء. هذا إبراهيم يحاصر، يكذب، يلقى في النار، يعتدى على زوجته أمام عينه ويحفظها الله سبحانه وتعالى، ويترك زوجه وابنه بواد غير ذي زرع للموت والفناء ظاهرا بأمر الله، وهو يصبر ويحتسب ويقول إنما يا ربي، ويقول حسبي الله ونعم الوكيل. هذا موسى عليه السلام يطوق، يحاصر، يتهم، يؤذى من فرعون، يتابع، يلاحق، ولكن لم تظهر منه كلمة أف ولا استعجال ولا كلل ولا ملل. هذا عيسى عليه السلام يؤذيه اليهود، يتهمون أمه، يصيبونه في عرضه، يحاولون قتله، فيرفعه الله ولم تظهر منه كلمة كلل ولا ملل. هذا المصطفى بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام يصب ويرد ويهان ويكذب، يقال شاعر، ساحر، كاهن، مجنون، يحاصر في الشعر، يأكل أوراق الشجر، يأكل أوراق الشجر، يربط على بطنه حجر من شدة الجوع. عليه الصلاة والسلام تموت بناته في حياته، تسيل روح ولده إبراهيم أمام عينيه عليه الصلاة والسلام، تموت خديجة وأبو طالب في عام واحد وهما ركيزة السند الذين ليس له غيرهما من بني البشر، وبقي له الله مدبرا ومعينا. يحاصر في داره، يخرج، يطارد، يتعقب، يحارب، يواجه، تكسر رباعيته، يشج رأسه، يسقط لجنبه، تسيل دماؤه عليه الصلاة والسلام، تسيل دماؤه عليه الصلاة والسلام، يطرد من دياره ويهجر منها. يحاصر في المدينة، يحاولون مرات عديدة أن يغتالوه بأبي وأمي هو عليه الصلاة والسلام، يقتل عمه، يقتل أصحابه، يذبح خيرة أتباعه أمام ناظريه، ومع ذلك لم تسمع له آه، لم تسمع له أنه، لم تسمع له كلمة واحدة فيها دعوة للكلل أو الملل أو اليأس أو الإحباط. كان في المدينة قد ابتلي بحقد يهود وتآمر المنافقين وعجب الأغنياء وجفاء الأعراب والهجم الشرس عليه من الروم ونصارى العرب الذين بدأوا يعدوا له العدد، ومع ذلك لم يتردد عليه الصلاة والسلام. كم من مرة
وقف معه أصحابه وقفة المنازع ولم ينفذوا أمرا وترددوا ولم يستجيبوا له، ومع ذلك ما زاد على أن قال إني رسول الله ولن يضيعني أبدا. إن الاعتماد على الله، إن الثقة بالله، إن كل ما وقع على النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو أيها الأحبة إنما هو ضريبة النصر، ضريبة التمكين، ضريبة الخيرية، ضريبة القيادة والسيادة. وهذا ما يجب أن توطن الأمة نفسها عليه إن أرادت كل ذلك أيها الأحبة. أبو بكر الصديق يذهب ماله وأولاده ويترك تجاراته وأرضه وبساتينه من أجل هذا الدين. عمر ينحر في المحراب، ينحر في المحراب ويقتل. عثمان يقتل من قبل الغوغاء على المصحف وهو يتلوه في داره. وهذا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يغتالونه عند باب المسجد وهو يوقظ الناس للصلاة، والذين اغتالوه يدعوا الإيمان ويدعوا الإسلام ويدعوا التقى ويدعوا الزهد، وحسين ينال الشهادة قتلا مظلوما على ضفاف الفرات يطلب جرعة ماء فلا يسقونه أيها الأحباء. ومن قتله أبناء هذه الأمة والذين ينتسبون إليها زورا. الحسن يقتل مسموما، ابن الزبير يقتل في الكعبة يرمى بالمنجنيق، ابن جبير يذبح ذبح النعاج في بلاط الحجاج، في بلاط الحجاج. الإمام أحمد بن حنبل يناله ما يناله 20 شهرا من العذاب والسجن والإهانة. شيخ الإسلام 15 عام يؤذى ويسجن ويهان ويتهم في دينه وعقيدته ثم يموت في حبسه وسجنه. أحمد الخزاعي يقتله الواثق ظلما وعدوانا لأنه صدع بكلمة الحق. الإمام أبو حنيفة يجلد ويحبس. مالك بن أنس إمام دار الهجرة يحبس ويطوف به في الأزقة. عبد الله بن عون العالم المحدث الإمام الجهبذ النحرير يطاف به في الأسواق على حمار وهو يجلد ويهان ويضرب. ابن المسيب يجلد. وهكذا خيار الناس، ولو أردت أن أعددهم لما انتهى ذكرهم أبدا أيها الأحبة. فمن نحن؟ فمن نحن أمام أولئك الأعلام، أمام أولئك الصفوة، أمام أولئك الرجال، أمام أولئك الأبطال؟ من نحن حتى لا نؤذى في الله، وحتى لا نصاب في الله، وحتى لا نتهم في الله، وحتى لا يردد علينا الإفك في الله، وحتى لا تنالنا السهام أو السياط؟ من نحن؟ من نحن؟ ماذا قدمنا لهذا الدين؟ وماذا فعلنا من أجل هذه الرسالة السامية الخالدة؟ لم نفعل شيء ولم نقدم بعد شيء أيها الأحبة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن نعي حقيقة الأمر وأن ندرك كنها المسألة، وأن يفتش بعضنا نفسه أو كلنا ذاته. ننظر فيما نحمل، ننظر فيما قدمنا، ننظر فيما فعلنا لهذا الدين، وسنكتشف أمرا عجبا بأننا لم نقدم لهذا الدين شيئا بعد. الدنيا أخذت من أعمارنا، أخذت من أوقاتنا، أخذت من عرقنا وتعبنا ونصبنا. سافرنا من أجلها، سهرنا من أجلها، تعبنا من أجلها، ولكن هذا الدين ماذا فعلنا إلى الآن؟ ماذا فعلنا إلى الآن من أجل هذا الدين العظيم؟ وبعد كل هذا أفاجأ بتلك النغمة النشاز التي يرددها الناس هنا وهناك اعتراضا على قدر الله، وتبريرا للانهزام، وتبريرا للقعود، وتبريرا للتراجع وعدم الوقوف في الميدان وأداء الدور وسد الثغر أيها الأحباء. أحبتي في الله اسمعوها مني حقيقة ناصعة واضحة لا لبس فيها ولا خفاء ولا غموض ولا التباس. إن الذي يقرأ سير الأنبياء ويقرأ مسيرة الرسل والدعاة والمصلحين والمجددين والأخيار الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى سيكتشف أن هناك حقيقة واحدة في حياتهم تجمعهم جميعا،
حقيقة واحدة، من أراد أن يلحق بركابهم، ومن أراد أن يصنف في صفهم، ومن أراد أن يسير على نهجهم، ومن أراد أن يبلغ ما بلغوا، فعليه أن يبحث عنها في ذاته وفي نفسه. الحقيقة التي جمعت بين كل هؤلاء بأنهم انعتقوا من الذات بكل متعلقاتها ونذروا أنفسهم لله قرابين بكل صدق وبكل إخلاص. ولقد علم الله سبحانه وتعالى من استعدادهم ومن عزمهم ومن تصميمهم ومن إرادتهم النافذة ما جعله يصطفيهم ويشتبيهم ويرفعهم مكانا عليا، وعلى أيديهم يجري الخير، وعلى أيديهم يحقق النصر. لا تظنوا أنه بمجرد الشكليات سيجري الله على أيدينا شيء، لا تظنوا بمجرد الدعاوى ومجرد الشعارات ومجرد الكلام ومجرد الأماني سنختار نحن لحمل الرسالة، أبدا أبدا. إن الله يعلم ما في القلوب ويطلع على ما في الأفئدة، ويم الله لن يصطفى لها إلا كل بطل نذر نفسه لله، ويم الله لن يختار لها إلا من كان الأمر عنده فصلا لا تردد فيه، بأنه والموت عاشقان يبحث كل منهما عن صاحبه ويستعجل كل صاحب منهما لقاء الآخر. ويم الله لن يجري الله سبحانه وتعالى خيرا لهذا الدين على يد أناس ليسوا أهلا لذلك، وفوات الرسالة أهون عند الله من أن يحملها من ليس أهلا، أو يحملها المتاجرون، أو يحملها الغششة، أو يحملها المنافقون والكاذبون وأصحاب المطامع والأهواء، ومن يجعل الدين والدعوة سببا لبلوغ مقاصدهم ومآربهم الدنيوية والنفسية الخبيثة القذرة. ويم الله لن يختار لها إلا كل بطل صنديد على نهج الصديق وعمر، على نهج ذي النورين، على نهج علي والحسن والحسين، لن يختار لها إلا من علم الله سبحانه وتعالى منه، من علم منه تمام الاستعداد وتمام الإرادة وتمام العزم والتصميم على نصرة دينه وعلى اللحاق به سبحانه وتعالى. أما الآخرون فوالله حتى لو ساروا إلى أرض المعارك سيصرفون عنها، كما صرف عبد الله ابن أبي ابن سلول حينما انحسر وتراجع وانخذل بثلث الجيش من المنافقين على مشارف أحد قبل لقاء العدو بقليل. إن الله سبحانه وتعالى يجلي حقيقة عباده ويكشف أمرهم، وطريقنا ممتد أيها الأحبة، ممتد طالما الأرواح في أجسادنا، طالما أرواحنا في أجسادنا، لا كلل، لا ملل، لا يأس، لا قنوط، لا إحباط، لا تراجع، لا وهم، لا خوف، لا ذل إلا لله، ورؤوس تعودت أن تنحني لربها في محاريب العبادة لا تنحني لسواه أبدا، ولا تطأطئ لغيره أبدا أيا كان ومهما كان، ومهما كانت الضريبة ومهما كان الثمن فادحا. إننا ماضون وإننا سائرون، وإننا نعلم أن الله يربي هذه الأمة وأنه يعدها بالفتن والمحن والزلازل والبأساء، وأنه ينقي الصفوف، وأنه يفرز المسيرة، وأنه يعد الرجال، وأنه يبني الأبطال، وأنه يهيئ طلائع جنده وكتائب أنصاره، وأن أمره نافذ، وأن الدين هذا هو المنصور، وأن أعداءه في خذلان. إننا ماضون، لا نبالي بمن خذل، لا نبالي بمن خالف، لا نبالي بمن انتكس، لا نبالي بمن تراجع، لا نبالي بمن قعد، لا نبالي بمن خان، لا نبالي بمن غدر، لا نبالي بمن تآمر. إننا ماضون، لا يصرفنا عن وجهتنا إفك الأفاكين، ولا قول المرجفين، ولا إشاعات المجرمين. إننا ماضون، لا نتراجع ولا نعرف الالتفات إلى الوراء، إنما أنظارنا معلقة نحو الأمام في نقطة واحدة، حبال مشارق وسيوف تضرب أعناقنا وسلاح للعدو يمزقنا تمزيقا. إننا ماضون ولن نتوقف إلا في ساحات الحق يعلى فيها صوته، إننا ماضون ولن تتوقف خطانا إلا وقد دككنا
الناس روح الباطل وهدمنا بنيانه في كل مكان. إننا ماضون وسيحمل رايتنا جيل بعد جيل، وسيسقط أحرار وسيقتل أبطال وسيغتال شرفاء، ولكن المسيرة باقية. تبا لأعداء الله وتبا للمتآمرين وتبا للمجرمين، والراية باقية والله معنا. وأقول قولي وأستغفر الله فاستغفره فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، قائد الغر المحجرين والأبطال الميامين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، محذرا نفسي وإياكم عواقب الغفلة والتمادي في الباطل وهجر الحق والدين، داعيا نفسي وإياكم إلى طاعة الله ورسوله والاعتصام بالقرآن والتحقق بصادق الإيمان. فإنه جل في عليائه يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله أمركم بالصلاة على نبيكم في قرآنكم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وارض يا ربنا عن كل الصحابة والأزواج والقرابة وعن التابعين وتابعيهم بإحسان وعنا معهم يا رب. آمين 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 آمين. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بركنك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا وثقتنا وأملنا يا رب العالمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا وبالمسلمين فيما جرت به المقادير. يا لطيفا لم تزل ألطف بنا فيما نزل، أيدركني بيم وأنت ذخيرتي، وأظلم في الدنيا وأنت نصيري، وعار على راعي الحمى وهو في الحمى إذا ضاح في البيداء قال بعيري. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى قريب ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، ولكن عافيتك أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وقامت عليه الأرض والسماوات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بنا غضبك أو يحل علينا سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك يا علي يا عظيم. اللهم كل عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم فقد خطب الفتح وعظم الأمر. اللهم ما عاد لهم سواك، رفعت إليك أكف بارعة، رفعت إليك أيد متوضية، رفعت إليك دمعات ساخنة، رفعت إليك آهات قلوب واثقة. ما عاد لها سواك يا رب العباد، ما عاد لها سواك يا رب العباد. أغلقت كل الأبواب إلا بابك، وانقطعت كل الحبال إلا حبالك، وعدم الرجاء إلا منك، والوثقة إلا فيك، وما عاد لنا أحد نقصده إلاك يا ربنا. اللهم أدرك عبادك، اللهم أدرك عبادك، اللهم أغث عبادك، اللهم أغث عبادك، اللهم أغث عبادك، اللهم أغث عبادك. يا غياث المستغيثين،
يا ظهير اللاجئين، يا نصير المستضعفين، يا أمان الخائفين، يا صريخ المكروبين، يا معين العاجزين، يا دليل الحائرين، يا أمل المذنبين، يا غاية الراجين، يا حبيب الصادقين، يا محبوب المخلصين، يا موضع كل شكوى، يا سامع كل نجوى، يا غافر كل خطية، يا صارف كل بلية، يا من لا تراه العيون، يا من لا تخالطه الظنون، يا من لا يصفه الواصفون، يا رب الأرض والسماء، يا رب الأرض والسماء، يا جابر الكسر يا الله، كيف ننفضح وأنت الستار؟ كيف ننكسر وأنت الجبار؟ كيف نفتخر وأنت الغني؟ كيف نذل وأنت النصير؟ لا نذل وأنت الآمر، لا نقهر وأنت الناصر، لا نباد وأنت القاهر، لا نغلب وأنت القادر. يا الله يا الله، يا الله يا الله، يا الله يا الله، طال ليل الكافرين، طال ليل الظالمين، طال ليل المجرمين، طال ليل المتآمرين. يا الله يا الله، يا الله يا الله، زلزل أركانهم، هد بنيانهم، دك صروحهم، أزل عروشهم، أزل عروشهم، أزل عروشهم، إنهم بغوا علينا، إنهم طغوا في أرضنا، إنهم أكثروا الفساد، إنهم ذبحوا العباد، لم يرحموا طفلا صغيرا، لم يرحموا شيخا كبيرا، لم يرحموا عرض فتاة، انتهكوا أعراضنا وأفافاه وعرضاه 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 وعرضاه. يا جبار 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 يا رب ليل ظلنا يا رب، مللنا حياة العار يا رب، مللنا حياة الظل يا رب، ومن يملك الفتح المبين؟ من بيده الفرج القريب؟ من بيده أن يفتح الأبواب أو أن يهيئ الأسباب إلاك يا رب؟ ربنا إن كنا لسنا أهلا لدعائك لعظيم جرمنا وذنوبنا وخطايانا، فلا تنصر من أجل الأطفال الرضع، فلا تنصر من أجل الشيوخ الركع، فلا تنصر من أجل شرف العفيفات، فلا تنصر من أجل أنات الأقصى وزفرات المسرى. يا رب يا رب، الأمر كله بيدك والأمر كله عندك، ونحن سلمنا ورضينا ولا نعترض على حكمتك، ولكننا نستعجل نصرتك، نستعجل نصرتك، نستعجل نصرتك، فانصرنا يا رب، واقبلنا على ما فينا، وعالجنا قبل أن نموت. اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات، وآلهم والحمد لله رب العالمين.
عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. نلقاكم غدا إن شاء الله بعد صلاة المغرب في درسنا الأسبوعي، وهو تحت عنوان ابتسم رغم الجراح. ابتسم رغم الجراح، فسيلة أمل وجرعة تفاؤل ودفعة إلى الأمام نحو العمل، وتمزيق لسحب اليأس والقنوط مهما ادلهم الأمر. ابتسم رغم الجراح عنوان محاضرتنا يوم غد بعد صلاة المغرب إن شاء الله. نلقاكم على الخير وأقم الصلاة. يا شعب قاوم، يا شعب قاوم، يا شعب قاوم، لا تندم على اليهود، فيه الدم دم طريقنا، فيه الدم فيه الشهادة، ما نهزم يا شعب قاوم، ما تندم على اليهود، فيه الدم دم طريقنا، فيه الدم فيه الشهادة، ما نهزم يا طفل شعبي، بحجاران لي بطولي، بجدارة يا طفل شعبي، بحجاران لي بطولي، بجدارة هذه دمانا، هالدارة تروي بأرضي، أخبار هذه دمانا، هالدارة تروي بأرضي، أخبار إنه العروبي، وانصار باع الشهادة، يا خسارة إنه العروبي، وانصار باع فعلى ثرى البلقان جرح مؤلم ما زال في أيامنا يتجدد، وإذا كسوفا والدخان مكثف، والكون في داج الظلام ملبد. جاء الصليب بعده وعتاده وبكل قوات الزمان. جرح على جرح تهز كياني، وتمد لي لهبا من الأحزان، خط من الألم المبرح، خط من الألم المبرح ساخن يسري من الأقصى إلى الشيشان، ويضم كوسوفا التي اكتملت بها مأساة هذا العصر في البلقان، ويضم كشمير التي شهدت بما شهد المدى من حسرة الأفغان، ويثير ألف قضية وقضية رحلت بأمتنا إلى الطوفان. يا صرخة الألم التي اشتعلت على شفة الجريح كألسن النيران، يا أدمع الثكلى، يا أدمع الثكلى التي رسمت لنا في مقلتيها حسرة الوجدان. يا ألف باكية وألف يتيمة، يا ألف هاربة بلا عنوان، يا ألف شيخ في انحناء ظهورهم خبر يحدثنا عن الطغيان، يا ألف مئذنة توقف نبها، يا ألف محراب بلا أركان، يا ألف طفل قارئ أمسوا بلا كتب ولا نسخ من القرآن، يا ألف مسلمة شربن تعاسة ولبسن ثوب مذلة وهوان، يا ألف دار ما يزال ركامها يلقي عن المأساة ألف بيان، يا ألف ألف قذيفة كفرية رسمت ملامح وحشة الإنسان، يا ألف مؤتمر على أوراقها جثم انتهاك شريعة الرحمن. ماذا يقول الشعر؟ كيف أصوغه؟ أتصاغ شعرا ثورة البركان؟ أتصاغ شعرا أدمع تجري كما يجري لهيب النار في الأجفان؟ ماذا يقول الشعر؟ دمع حروفه يجري كشلال على الأوزان، ويكاد يغرق كل ما يلقاه من لفظ ومن معنى ومن ألحان. يا ألف مليون كأن قلوبهم صارت بلا نبض ولا خفقان، أسفي عليكم أمة مسروقة من وعيها مختلة الميزان، كشفت لها خطط العدو ولم تزل تسعى إليه ذليلة الإذعان. يا من تسائلني عن الريح التي هبت عواصفها على الأوطان، وعن الجحافل
ما تريد جيوشها جحافل بوش وأمريكا، وعن الجحافل ما تريد جيوشها من هذه الغارات في البلدان، وما لهم دين يرقق أنفسا جبلت على الإلحاد والكفران. لا تسألوني عن ديانة أمة لم تبق للإنجيل فضل بيان، هي حرفته لكي تنال مكانة مرموقة في دولة الرومان. ما دينهم إلا بقايا من سنادين المسيح وظلمة اليونان، مزجت بأهواء الرجال وأصبحت دينا يحقق رغبة الرهبان، دينا تلبس بالأساطير التي تفضي بصاحبها إلى الهذيان. أرأيت دينا صافيا يحيا على أرجوحة صنعت من الصلبان، وبعد هذا تطلبون عدالة ممن يشوه صورة الأديان؟ أما اليهود فصورة من عملة مشؤومة سبكت على النكران. هم أول الوجهين، والغرب الذي يستمرئ التضليل وجه ثاني. آلاف قتل المسلمين كأنما هم في حقول تجارب الفئران، والغرب يرسم كل يوم خطة لرعاية الحشرات والديدان. إعلامه يقتات من أخبارنا ويبثها مصحوبة بأغاني. يا غرب يا قلبا أمات شعوره لهب من الأحقاد والأضغان، ما بال مجلس خوفكم لا ينطوي إلا على التضليل والبهتان. ما باله يلقى مآسي أمتي وجراحها بالصمت والخذلان. أين القوانين التي برزت لنا في أرض تيمورة وفي السودان؟ أوليس في الأقصى جراح تشتكي؟ أو ما لكم فيها شهود عيان؟ تحرك جون جراي، تسارعت الدول الغربية لتدعيم حقه في جنوب السودان، وتحركت تيمور فأعطوها استقلالها في أيام. أما الأقصى، أما الأقصى، أوليس في الأقصى جراح تشتكي؟ أو ما لكم فيه شهود عيان؟ ما ذنب طفل مزقت أعضاؤه وغدا قعيدا ما له قدمان؟ ما ذنب وجه يتيمة أضحى بلا ثغر تصوغ جماله الشفتان؟ ما ذنبها صارت بغير حقيبة وبلا يد يمنى وغير يسار؟ ما ذنب مسلمة تحطم قلبها لما رأت في الأفق ليل دخان؟ فقدت رفيق حياتها وصغارها في ليلة دموية العدوان. ما ذنبها فقدت منابع حبها وأمام عينيها قضى الأبوان؟ ما ذنب أم حينما انكشفت الدجى وجدت بقايا مقلة وبنان، ورأت حذاء واحدا وصغيرة وضفيرة محروقة ودما على الجدران، ويدا قد انفصلت عن الجسم الذي نسفته قنبلة العدو الجاني، وبقية من معصم الزوج الذي ضم الصغار بلهفة وحنان؟ ورأت شظايا من قذائف مجرم شهدت بما اقترفته كف جبان. يا غرب إن مات الضمير فإنما موت الضمير علامة الخسران. يا ألف مليون بكيت لأنني أبصرتكم في الأرض دون مكاني، ولأنني أبصرت بعض رجالكم يتلذذون بطاعة الشيطان، يتسلقون جوار كل إثارة ويحسنون قبائح العصيان، ولأنني أبصرت بعض نسائكم يلقين شرع الله باستهجان. من حولهن النبع يصفو ماؤه وبه تتم سعادة الظمآن، وكؤوسهن مليئة بطحالب وعقولهن سريعة الذوبان. ولأنني أبصرت ظبيتنا التي هربت تمد يدا إلى الثعبان وتعيش وهم تحرر، وهي التي وضعت يديها في يد السجان. ولأنني يا ألف مليون أرى عين الشموخ بكت على الفرسان، وبكت على صهوات خيل إبائنا لم تحمل الأبطال في الميدان. يا ألف مليون بكيت وإنما أبكي لأن ضياعكم أبكاني. ماذا يقول الشعر في العصر الذي يقتات من ألمي ومن أشجاني؟ يا ألف مليون حبال مشاعري موصولة بالخالق الدياني. أنا لست أيأس من مصائبنا التي تذكي لهيبا
طيب الحزن في وجداني أنا ما يئست إذا بكيت لما أرى من وطأة الأحداث في أوطاني فلربما كان الدخول إلى العلا والمجد من بوابة الأحزان كأنها نهر يشوق مساره لا يركض وصغيرة فوق التراب منامها وتصعد الزخرات ثم تصعد ألقت إلي بنظرة في حيرة وكأنها تبغي لها من ينجد ألقت إلي بنظرة في حيرة وكأنها تبغي لها من ينجد قالت وحالتها تسابق